السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غبرت عليكم شحال هذه ما درت شي فيديو بحال هكا. المهم وشحال ما درت اصلا شي انبوكسين ولا ريفيو. اليوم ان شاء الله غادي نديروا انبوكسين وريفيو لواحد البرودوي اللي وصلني من عند وينا شوب خويا يوسف. المهم شي خديت عنده هذا البرودوي، هذا غادي نديروا ليه دابا انبوكسين وتعرفوا شنو هذا البرودوي ولاش كيصلح. كندير دابا الفلوغات وهذه وكنحتاج لهذا البرودوي هذا. المهم دابا غادي ندوزو للانبوكسين ومن بعد غادي ندوزو للتيست. المهم خديته عند يوسف وينا شوب، تواصلوا معاه راه غيدير لكم واحد الكوبون ديال عبد الرزاق بوزيد باش ينقص لكم في الثمن. المهم اللي بغى شي حاجه راه نخلي لكم واحد الفيديو دابا واحد شويه باش تعرفوا على لي برودوي اللي كيدير وندوزو للانبوكسين. دابا كيف ما قلت لكم غادي نديروا الانبوكسين لهذا البرودوي هذا. كيف ما كتعرفوا مره كندير شي فلوغ ولا شي خرجه ولا شي حاجه بحال هكا، وبزاف الناس كيقول لي راه الصوت ناقص معاك كنصور غير بالميكرو ديال الكاميرا. قررت انا ناخذ هذا الميكرو هذا اللي هو بويا بي اي ام ام 1 ديال الفلوغين. الناس اللي كيديروا الفلوغ راه يخدم لكم مزيان. وسولت خويا يوسف وينا شوب، سولته قلت له واش كاين شي ميكرو اللي مزيان ونصحني بهذا. المهم دابا غادي نديروا ليه الانبوكسين بجنويد الخضراء. خويا يوسف درتي لنا الخدمه صافي. هذا هو البوكس ديالو كيف كيجي. نحيدو هذه هنا. كيف ما كتشوفوا هو هذا بويا بي اي ام ام 1. كيف ما كتشوفوا كومباتيبل مع التليفون مع الطابليت مع البيسي ومع لي كاميرا. المهم غادي نفتحوه ونديرو ليه بحال هكدا وبحال هكدا. نجرو هادي البوكس ديالو هدا غنحطو هنا. هدا كتيب الاستعمال غير واحد القضية، غير استعملوا هاد الكتيب الاستعمال باش تعرفوا الكابل ديال التليفون بوحدو والكابل ديال الكاميرا راه بوحدو. هادي على حساب تعمر السمية ديالك وداكشي. كتجي مع هاد السيبورة هادي هي اللي كتهز الميكرو هنايا باش تفيكسيوها في الكاميرا. هادي باش تزيرو في الكاميرا. هنايا كاينين دو كابل كيف ما قلت لكم، نشوفوا هنا في نوع ديال التليفون. كيف ما كتشوفوا هذا هو ديال الكاميرا، انا شارح لكم هنا كيفاش شنو ديروا. هاد الجهه كديروها في الميكرو، هاد الجهه وهذا في الكاميرا، وهذا ديال التليفون. هاد الاخر هذا ديال التليفون كيف ما شفتوا شارح لكم عاوتاني. هذا كيدير في الميكرو وهذا في التليفون. اشنو كيجي معاه هذه؟ المهم هاد اللعيبه ديال الملحه ولا ما تشفيها الداخل. هذه واحد البوشيطه مزيانه، راه كنت خديت حتى هذا اللي كيبان لكم، هذا ميكرو كرافات راه هو اللي خدام به دابا. وهذا نديرو الفلوغات ان شاء الله. كيف ما قلت لكم هذه البوشيطه ديالو مزيانه، وبقى لينا الميكرو هو هذا. ها هو كيف ما كتشوفوا عنده الشعر، خاصنا نحسنوا ليه نربو ليه شي تحسينه هي هذيك. المهم الميكرو ها هو الداخل كيف ما كتشوفوا هو هذا الميكرو. وهذه البوب فلتر ديالو على حساب البرد، حيت دابا اكثريه كنخرج على برا وكيكون البرد ولا شي حاجه ما كيتسمعش كاع الصوت ديالي. لا لاحظتوها في شحال من فيديو بحال ديال الكواد، فاش مشيت كنت حدا البحر ما كيتسمعش كاع الصوت. المهم غادي نرجعوه وغادي نديروه في هاد السيبورة ديالو بحال هكا. دابا مزيان بحال هكا. وغنركبو ليه ديالو الكابل ديالو وغادي نمشيو نجربوه. غادي نمشيو نجربو الميكرو اللي هو هذا بويا بي اي ام ام 1. غنمشيو نجربوه دابا. غنخليكم مع واحد الفيديو ديال يوسف وينا شوب، غيوريكم لي برودوي اللي عنده في المحل قبل ما مشيت
درت لكم التيست ديال الميكرو في الزنقه والرجاء. السلام عليكم متابعينا عبد الرزاق بوزيد، فمرحبا بكم معنا اليوم في المتجر ديالنا وينا شوب. اللي بغيت نقول لكم هو ان الناس اللي محتاجين الماتيريال ديال التصوير، سواء كاميرا ولا اكسسوار تريبي، الاضاءه، الصوت، كل ما يلزم يعني انتاج شي محتوى. فالناس اللي يلا باغيين يديروا شي محتوى جديد ولا ديجا دايرين محتوى بغاو يبدلوا الماتيريال، فكل شيء كاين عندنا، يعني كاع اللي غتحتاجونه كاع اللي غتحتاجوه غتلقاوه عندنا ان شاء الله باثمنه رائعه. سورتو الناس اللي غيجيو من طرف عبد الرزاق، اللي طبيعه الحال حتى هو ديما تيتقدم عندنا، يعني الماتيريال ديما تياخذوا من عندنا. واليوم خدم عندنا هذا البويا، هذا هو ديال الصوت. فاللي بغيت نقول لكم مرحبا بكم عندنا مره اخرى. وراه الناس اللي غيجيو من طرف سي عبد الرزاق ويقولوا لنا في الميساج انا من طرف عبد الرزاق بوزيد، راه غيكون عندكم اثمنه خاصه واثمنه زوينه بزاف ان شاء الله. وهذا الشيء اللي غنقول لكم وتبارك الله عليكم. المهم دابا كنهضر من الميكرو ديال الكاميرا نيشان، كيف ما كتشوفوا كاين شويه الريح. المهم دابا غندير الميكرو وشوفوا ديك الساعات الكاليتي ديال الصوت. دابا درت الميكرو بويا بي واي ام ام 1، شوفوا الكاليتي وردوا عليا، واللي بغاه يتواصل مع يوسف تهلا. المهم هنا يكون سال الريفيو ديالنا ولا الفيديو ديالنا، نتمنى ان البرودوي عجبكم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، تبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام ديالي عبد الرزاق بوزيد اللي يطلع لكم، وحتى الانستغرام ديال وينا شوب. كيف ما قلت لكم تواصلوا مع يوسف، راه كيتعامل مع لي كليون مزيان، وحتى الاثمنه راه مزيانه، وعنده بزاف لي برودوي، لي درون، لي ستابيليزاتور، لي ميكرو. المهم اي حاجه غادي تحتاجوها في لف الناس اللي كيديروا محتوى في يوتيوب، ولا الناس اللي كيخدموا بلي كاميرا ولا لي ستابيليزاتور ولا لي درون، راه تلقاو عنده اي حاجه تحتاجوها. غنخلي لكم النمره ولا باج ديالو، دخلوا عنده تواصلوا معاه، قول لي من طرف عبد الرزاق بوزيد راه غيتهلاه فيكم وغيدير معاكم الثمن مزيان، وراه ليفغيزون في 24 ساعه حتى 48 ساعه في المغرب كامل. تهلاو فراسكم.